كابتن عادل، الف الف مبروك، فوز مستحق لرجال النادي الاهلي. انت لازم تبقى فخور انك اهلاوي بجد طبعا. يعني طبعا. انك بيفرحونا على طول. مبروك فعلا لجمهور النادي الاهلي العظيم اللي لو كان الاستاد مليون فرد كان راحوا، دي حقيقه. مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي اللي بيتعب وبيشتغل وبيسكت وبيعاني، ولكن شغال في صمت وعامل اداء مميز قوي. ومبروك للاعبين اللي ادوا لانهم هم السلاح اللي انت بتحارب بيه. مبروك ليهم المكسب، مبروك ليهم ان هم بيخرجوا من بطوله لبطوله ويأدوا فيها بصوره جيده. ولكن في اخر الامر بقول لك اهم يعني اهم حد في المنظومه كلها هو جمهور النادي الاهلي، دي حقيقه. مبروك ليهم تاني وتالت ورابع، وان شاء الله النادي الاهلي اتعمل عشان يسعد جمهوره. صحيح. وجمهوره يسعد النادي الاهلي. صحيح. فانت بتاخد على ان طول الوقت يفرحوا الجمهور، عشان كده النادي الاهلي ما بيغيبش عنه البطولات، وان شاء الله تدوم، ومش هتدوم الا بالعمل وبالاجتهاد. وانا عارف ان بعد ساعتين ثلاثه هتقفل على كاس مصر وهتشتغل على حاجه تاني. هو دي سنه الحياه في النادي الاهلي، عشان كده انت بطل وعشان كده انت كبير. تحيه فخر يعني للعيبه النادي الاهلي.